السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم المدرس صالح الحاج عيسى من مدينة مرسين في تركيا. أطل عليكم اليوم في درس جديد وفي فكرة جديدة وفي تبسيط وتسهيل قسم الريدنج سيكشن في منهاج الـ SAT أو الدبلومة الأمريكية. اليوم سوف نقوم بشرح سؤال معين فيما يخص أسئلة الـ Reading Section، يعني أكثر الأسئلة تأتي على نحو معين. اليوم سوف أقوم بشرحها وتبسيطها وجعلها سهلة لك لكي تكون لك في الامتحان الأخير إن شاء الله تحصل على علامة كاملة في الامتحان الأخير. لدينا سؤال له عدة طرق سوف أقوم بشرحه بشكل مفصل اليوم في درس اليوم، ومن ثم سوف نأخذ مثال عليه، وفي الدرس القادم إن شاء الله سوف أضع أمثلة على نفس هذا السؤال أو شرح درس اليوم. سوف أقوم بوضع أمثلة على هذا السؤال إن شاء الله تعالى. اليوم سوف أبدأ بدرس اليوم الريدنج سيكشن SAT، الريدنج سيكشن قسم الريدنج في منهاج SAT. على الطلاب الانتباه والتركيز كيفية الحل أو طريقة حل هذا السؤال. أكثر الطلاب يرد لدينا questions that contain any of the following، أي سؤال يحتوي على أحد الكلمات التالية، يعني لدينا سؤال في الامتحان الأخير يحتوي على كلمات معينة وفي كثرة. أعتقد لست متأكد بأنها بين الخمسة إلى سبع أسئلة، هذه الأسئلة في قسم الريدنج. أول شيء السؤال الذي يحتوي على الكلمات التالية، إذا رجعت إلى أسئلة الـ SAT أو الـ Official Tests سوف تلاحظ It can be Infer Implied Indicated Stated Suggested، أي سؤال يحتوي على هذه الكلمات فهو له طريقة معينة في الحل. Infer Implied Indicated Stated و Suggested، كلها هذه ترد في الامتحان الأخير أحد هذه الكلمة. كيف لي أن أفهم هذا السؤال وكيف لي أن أحل هذا السؤال وبطريقة سهلة ومبسطة بإذن الله تعالى؟ أول شيء Infer يعني يستدل أو نستنتج، implied بمعنى يتضمن أو يحتوي، يتضمن indicated يشار، stated نفسها يشير أو يشار، suggest بمعنى اقتراح أو يقترح. أول شيء كيف لي أن أفهم هذا السؤال؟ step one الخطوة الأولى يجب أن نعيد صياغة هذا السؤال. it can be infer الطالب يفكر ماذا نستنتج أو كذا، لا وهو سؤال بسيط جدا جدا. أول شيء نقوم بالبارافريز أو نقوم بإعادة كتابة هذا السؤال على النحو التالي. في السؤال يوجد لدينا جملة أو كلمة أو خط مشار إليه، يعني ماذا نستنتج من الكلمة أو الجملة أو الريفرنس لاينز يعني الأسطر المشار إليها أو العبارة أو ما شابه ذلك. هو بمعنى عندما يرد لدينا هذا السؤال بأحد هذه الكلمات هو يعني what does that، ماذا تعني دواء الفريز اللاين or a sentence mean، ماذا تعني. إذا سوف نلاحظ الآن في التدريب أو المثال الذي كتبته لكم في درس اليوم، يعني لدينا هنا ماذا تعني، هو هذا it can be inferred implied indicated stated، هو نفسه what does the word يعني الكلمة الموجودة في السؤال أو العبارة أو السطر أو sentence الجملة. إذا ماذا تعني، إذا هنا what mean، ماذا تعني هذه الكلمات التي مشار إليها في السؤال أو العبارات أو ما شابه. إذا أول خطوة السؤال بمعنى ماذا تعني، وليس كما هنا مشار بطريقة يعني صعبة على الطالب فهمها. إذا ماذا تعني؟ What does the word phrase line sentence mean؟ كيفية الحل؟ Read before and after the lines، يعني هل في بعض الأسئلة يشار إلى سطر معين، نقرأ قبله وما بعده، يعني يجب على الطالب أن يقرأ قبل السطر
وما بعده في الجملة أو العبارة أو الأسطر المشار إليها في السؤال. Find the tone, step two, three. Step, find the tone of the reference lines. أوجد نغمة الأسطر المشار إليها، ليس الباسج، الأسطر المشار إليها، هل هي نيجاتيف أو بوزيتيف؟ كما شرحنا ما هي النيجاتيف وما هي بوزيتيف. إذا كان نيجاتيف يجب أن تكون إجابتك نيجاتيف. إذا كانت إجابتك بوزيتيف يعني نغمة بوزيتيف يجب أن تكون الإجابة بوزيتيف. إذن step 4 pick up the correct answer that. يجب أن نلتقط الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة يجب أن تكون لديها ثلاث شروط حتى نقدر أن نختار الإجابة الصحيحة. Number 1 يجب أن has direct support، يجب أن يكون لديها دعم مباشر، يعني يجب أن تكون داعمة بشكل مباشر للword أو الفريز أو اللاين. يجب أن تكون الإجابة داعمة بشكل كامل وبشكل direct وبشكل مباشر. Consistent with the tone، يجب أن تكون متفقة مع النغمة، إجابتنا يجب أن تكون متفقة، يعني إذا كان positive positive وإذا كان negative negative حسب الأسطر أو الجمل المشار إليها في النص. Consistent يعني consistent بمعنى متفقة. No extreme words، لا يوجد extreme words كلمات تدل على الماينوريتي أو الماجوريتي كما ذكرتها في دروسي الماضية، فذكرت جدول من الاكستريم ويرز، عندما نلاحظها في الجواب فالجواب فورا خاطئ. إذا أعيد أن أكرر، السؤال الذي يحتوي على أحد الكلمات التالية، يوجد لدينا الكثير من الأسئلة، وأنت الآن ارجع إلى الأوفيشال تيستس أو الأسئلة وتدرب وتلاحظ inferred or implied, indicated or stated or suggested. كيف لي أن أحل؟ أول شيء أعيد صياغة السؤال. كيف لي أن أعيد صياغة السؤال؟ يعني ماذا تعني هذه الكلمة أو العبارة أو السطر المشار إليه في السؤال؟ ماذا تعني؟ طبعاً قبل كل شيء لا تنظر إلى الإجابة، نقرأ السؤال، تمام؟ بعد أن تقرأ السؤال تعيد صياغته بماذا تشير. ثانياً نقرأ قبل وما بعد الأسطر أو العبارات أو الكلمة المشار إليها، نقرأ قبلها وما بعدها جملة أو جملتين لكي نستنتج الجواب الصحيح. نوجد النغمة، هل نغمة النص أو الكلمة أو العبارة المشار إليها positive or negative؟ التقاط الإجابة الصحيحة واختيار الإجابة الصحيحة لديه ثلاث شروط. Number one أن يكون has direct support، يكون له دعم مباشر من النص والسؤال يجب أن يكون دعم مباشر. 3 consistent with the tone of the passage line where، يجب أن يكون متفق مع الكلمة أو نغمة الكلمة أو العبارة المشار إليه. No extreme words، يجب أن لا يكون هناك extreme words كما ذكرتها سابقا في كتبتها لكم في الدروس الماضية الاكستريم words. هذا فيما يخص درس فيما يخص صيغة السؤال هذا، وسوف أقوم في الدروس الماضية بوضع أمثلة أكثر نتدرب عليها أكثر وكيفية طريقة حلها. قبل كل شيء لا تنظر إلى الإجابة، انظر إلى السؤال، أعد صياغته، اقرأ قبله وما بعده، وأوجد النغمة، ومن ثم التقط الجواب الصحيح الذي لديه ثلاثة شروط. الآن سوف أقوم بحل تمرين من الأوفيشال تيستس في من امتحانات الـ SAT كما ورد صيغة السؤال. سوف نقرأ أول شيء السؤال ونعيد صياغته، ومن ثم ننتقل إلى الباسج، ومن ثم طريقة الحل. 38 كما ورد It can reasonably be inferred that the strong-minded line 32 was a term generally intended to. هنا ورد لدينا كلمة inferred، هنا reasonably can infer، هنا لدينا في السؤال infer. اوكي، هنا ماذا هنا اشار الى كلمة strong mind في السطر 32، كيف لي ان اعني؟ كما ذكرت سابقا هنا نعيد صياغة السؤال بمعنى what does. اوكي، اذا نعد صياغة what does the
هنا هذه الكلمة هنا strong minded يعني بمعنى strong minded بمعنى قوة التفكير. What does the strong minded mean؟ هنا أعد صياغة السؤال أعزائي الطلاب، هنا أعد صياغة السؤال، ماذا تعني كلمة strong minded في السطر 32 أو 32؟ What does the strong mind mean؟ يعني أكثر الطالب it can it reasonably be inferred that strong minded was a term generally intended to. يعني صيغة السؤال أحيانا تضيع الطالب، لكن هذا السؤال أعدنا صياغته بكل هذه الأسئلة التي تحتوي هذه الكلمة نعيد صياغتها على هذا النحو، ومن ثم نقرأ النص. أين تجدها؟ أنا ذهبت إلى السطر 32 في النص، ومن ثم لاحظت هذا المثال أو الجملة التي تحتوي على كلمة strong mind. نقرأ قبلها وما بعدها. نقرأ المثال. People object to the demands of those whom they choose to call the strong mind because they say the right of suffrage will make the women masculine. هنا النص يتحدث عن المرأة تريد أن تدخل حق التصويت في الانتخابات، لكن هناك في معارضة من الجنس الذكري للجنس الأنثوي في هذه الفقرة. هناك يوجد معارضة لمتطلبات في اختيار أن يدعو بسترونج مايند، يعني سترونج مايند قوة التفكير. وإذا دخلت قوة التفكير ودخلت حرية السافرج بمعنى حق التصويت، إذا دخلت المرأة إلى حق التصويت سوف تصبح مسترجلة أو ذكرية، فهذا الشيء يعارضونه. إذا نستنتج، إذا هنا لدينا strong mind. هل هذا النص بشكل عام أو السطر 32 positive or negative؟ طبعا وبشكل قطعي positive negative، لأن نغمة النص أعزائي إذا negative، لأنه يوجد معارضة لحرية المرأة في الاقتراح أو الفوت أو التصويت. لذلك هنا استنتج strong mind، قرأت قبلها وما بعدها، ثم tone of the passage، ومن ثم تخلصت نغمة النص بأنها object بمعنى يعارض، فهي negative. ننتقل إلى السؤال. What does the strong mind mean؟ ماذا تعني strong mind في هذا النص؟ ننتقل إلى هل A praise women who fight for their long denied rights، B identify women who demonstrate intellectual skill، criticize women who enter male dominated professions، condemn women who agitate for the vote for their sex. هنا كما نلاحظ هنا نيجاتيف، ننتقل إلى praise. praise بمعنى يمتدح، فهنا يمتدح المرأة التي تغادر من أجل حقوقها المرفوضة بشكل طويل. هنا praise بمعنى المدح، والمدح هو positive، لذلك نقوم باستبعادها. إذا الجواب A غلط. ولماذا الجواب A قال غلط؟ لأنه يوجد لدينا هنا الجواب A غلط، لأن النقمة هنا positive، وإحنا نقمة النص أو passage negative. Identify women who demonstrate intellectual skill، يعرف المرأة التي ظهرت أو أثبتت في intellectual skill، في intellectual skill يعني المهارة الفكرية، فهنا ليس لدينا هنا لم نتطرق إلى المهارة الفكرية، هنا نتطرق إلى حق الاقتراح وليس حق intellectual skill. وهنا identify معرف المرأة التي أثبتت في الانتلكتوالس، هنا بوزيتيف، إذا لا تتفق مع نقمة النص، لأن نقمة النص نيجاتيف، إذا الجواب به نقوم باستبعاده لأنه ليس. وهنا انتلكتوال، هنا انتلكتوال سكين هاز نو سبورت، طبعا هنا سبورت نقصد بالسطر أو الأسطر المشار إليه هو السطر 32.
criticize women who enter male dominated professions. ينتقد المرأة التي دخلت المهن male dominated, يعني مهن التي دخلت, يعني بمعنى مهنة الرجال, النساء التي دخلت. فهنا ليس الكلام عن male dominated professions أعزائي الطلاب, ليس هنا على التي دخلت في مجال العمل الذكري أو في مجال عمل الرجال, فهنا كلامنا فقط عن الاقتراح, فهي تريد أن تقترح في الانتخابات. إذا male dominated هنا enter هو demonstrate male dominated professions هنا has no support, ليست داعمة, فهنا ليست داعمة. وننتقل condemn women who agitate for the vote for the access, هنا شجب للمرأة التي حركت حق التصويت لجنسها أو بمعنى الجنس الأنثوي. إذا الجواب هنا سي جواب خاطئ, هنا الجواب دي جواب هو الجواب الصحيح. إذا قمت أول طريقة بقراءة السؤال, وجدت أحد الكلمات, وجدت كلمة infer, ومن ثم أعدت صياغة السؤال, ماذا تعني strong mind؟ قرأت النص والسطر المشار إليه 32, بعد أن قرأته لاحظت بأن النغمة نيجاتيف, ومن ثم انتقلت إلى الأجوبة. هنا كما تلاحظ, وإذا عرفت نغمة النص تساعدك على الحل, هل هنا support or no support. هنا كما نلاحظ البريس هنا المدح النساء فهو إذا بوزيتيف, وإحنا النص يوجد لدينا نيجاتيف. هنا لدينا identify التي دخلت إلى intellectual skill, إلى المهارة المهارة الفكرية, فهنا ليس بمعنى دخلت المهارة الفكرية, فهي إذا بوزيتيف وإحنا نغمة النص نيجاتيف. criticize ينتقد النساء التي دخلت مهن الرجال, فهنا نن فقط كلامنا, إذا كلامنا عن الفوت, عن التصويت, ليس عن مهنة الرجال, ليس عن مهنة النساء التي دخلت مهنة الرجال. كاندم يدين بمعنى هنا كما لاحظنا هنا لدينا فوت, لديها فوت سبورت, إذا هنا سبورت داعمة, ولدينا كان كاندم يدين أو يشجب بمعنى نيجاتيف, إذا هنا يوجد لدينا إذا اتفاق, اتفق مع نغمة النص نيجاتيف وسبورت داعمة للإجابة الصحيحة. هذا فيما يخص كيفية اختيار الإجابة الصحيحة, وسوف أقوم في الدرس القادم وبإذن الله تعالى سوف أضع لكم تمارين, وسوف أقوم بشرحها بشكل أدب وبشكل مبسط وسهل لكي تساعدك على الحل. هنا كما لاحظنا هنا الإجابة الصحيحة يجب أن تكون consistent with the tone, support و no extreme words. هذا فيما يخص درس اليوم. فيما يخص سوف أقوم بالبدء بدروس أونلاين فيما يخص الريدنج سيكشن أو فيما يخص قسم القراءة في منهاج الإسعيد. فمن يرغب في التسجيل أو مراسلتي على صفحتي على اليوتيوب, أو سوف أضع رقم هاتف تحت في الوصف وأنت تقوم بمراسلته, وسوف أضيفك إلى المجموعة أو إلى طريقة عمل هذه الجروب دروس الأونلاين. كان وقبل أن ننهي الدرس لا تنسون من الاشتراك واللايك والسبسكرايب, وأن تضعوا تعليق وإعجاب على صفحتي على اليوتيوب التي تحمل تيشر صالح عيسى. كان معكم المدرس صالح الحاج عيسى من مدينة مرسين في تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.